لان انا كجي انا كجيل انا ك... لو انا موجود مثلا دلوقتي، وانا لازم يبقى عندي رؤية في الجيل اللي تحت مني او اللي بعد مني، ايوه وانقي منه 3 4 وابتدي اصعدهم واديهم مراكز، يبقى مدير كوره، يبقى مدير نشاط، يبقى اي حاجه تبقى فيها حته الاداره، ولو حتى يتعلمها. وهو برضو لازم يكون مثقف، يكون متعلم، يكون عنده الايه الاساس اللي يقدر يكمل بعديه، ايوه واعمل الاجيال دي وانشرهم واسيبهم في النادي. انت بعد 5 سنين بعد 10 سنين هتخلص دورتك وتؤدي مهمتك، ويجي حد بعدك يكمل. احنا مفتقدين دي، ودي ناقصه عندنا كتير. من المجلس الحالي إذا قرر أعضاء المجلس اختيار حد هيقوم بدور رئيس نادي الزمالك حتى عودة الرئيس المنتخب أو عدم عودته، يعني ترى مين الأنسب كابتن حسين؟ والله بص، يعني هي مش عايز اقول محيره، الانسب ان انا اطبق اللائحه، لان انا مش عايز اختلف بين 2 او 3 ثلاث اسامي. فانا ممكن اميل بتاع الكوره مثلا، أو ممكن حد تاني يميل الإداري. لامين صندوق، ممكن واحد تاني يميل لكبير السن. انما لا، انا الحاجات دي كلها اعتقد ان اللائحه منظمه ليها وواضحه، بس ايه هي كل واحد بيحب يفسرها على هواه. هل تفكر في دخول انتخابات في نادي الزمالك؟ لا، انا طول عمري دايما لما حد بيسالني على انتخابات، انا مش يعني ليا راي وليا قناعه، وعندي قناعه في الانتخابات بصفه عامه في مصر في اي حاجه، في اي حته. فما بتقول ايه اعتقدش القناعة دي؟ القناعه ان هو جيم مش بتاعي، ما اعرفش اخوضه. انا مره فكرت ان انا اخش انتخابات نادي الزمالك، كان 2005. كنت ماشي لمجرد ان انا كنت ماشي بس في النادي مع الكابتن عزمي مجاهد الله يرحمه. الله يرحمه. لقيت تاني يوم اللي انا بسلم عليه النهارده، بس عشان شافني ان انا ماشي مع ده افتكرني انا من جبهته، مع ان انا داخل مستقل، انا لا مع ده ولا ده، انا لا بشجع ده ولا بشجع نادي الزمالك، فانا جاي اختم. فتاني يوم بقول لك ما باش يسلم عليا، فحسيت ان انا هخسر ناس لمجرد بس ان انا دخلت او هوقف. والحمد لله دي الانتخابات اللي مستشار مرتضى منصور رفع عليها قضيه واتاجلت شهرين، فما صدقت رحت انسحبت. فيعني الحمد لله، يعني الحمد لله على كل شيء. أكيد الفرق الرياضية ممكن تتأثر بالوضع الحالي داخل نادي الزمالك، ولكن إدارة الزمالك في بيانها النهاردة قالت إن هي بتطالب أبنائها كافة بالتكاتف، وإن هي ستذلل كل العقبات اللي قدام الفرق الرياضية المختلفة بما فيها أكيد فريق الكرة.